أنا ولدت في ألمانيا في عائلة بروتستانتية، وأنا ولدت في عائلة كاثوليكية، ولطالما بدا لي الأمر طبيعياً. كان والدي بروتستانت لوثري وأمي من طائفة معمدانية. كنيستي مهمة بالنسبة إلي، بمعنى أنني أتبع مسيرة معينة في الكنيسة وقد حظيت بفرصة تذوق الإيمان، وهي لهدية كبيرة تنعمت بها أن أولد في مثل هذه العائلة. نحن زوجان مختلفان على ثلاثة أصعدة، فنحن أولاً رجل وامرأة، وهذا فرق كبير. ثم أحدنا كاثوليكي والآخر بروتستانت، وهذا أيضاً فرق، كما وأحدنا فرنسي والآخر ألماني، وهنا أيضاً اختلاف ثقافي. وقد اختبرنا أهمية أن نتمكن من الصلاة معاً. نحن نصلي كعائلة ونصلي كزوجين، ونصلي في أوقات الصلاة الجماعية لأننا نحب كثيراً المشاركة في مجموعات الصلاة هذه، فهذا مكان يمكننا أن نكون فيه معاً بالكامل. وأما الفروقات التي يختلف بها الواحد عن الآخر فهي تؤدي دوراً أكثر دقة، وبالأخص أيام الأحد في اختيارنا ما بين العبادة أو القداس، لأن الأمر أكثر جلياً هنا، فأي من الاثنين نختار؟ عندما تتسنى لنا فرصة المشاركة في العبادة ترافقني ونذهب معاً، وإذا سنحت الفرصة بأن نذهب إلى القداس نذهب معاً أيضاً. أعتقد أن في هذا العام ومع الاحتفال بمرور 500 سنة على الإصلاح يمنحنا فرصة التكلم أكثر عن أوجه اختلاف طائفتين مع أطفالنا. بدأت حركة الإصلاح في بداية القرن السادس عشر، وفي تلك الحقبة من تاريخ أوروبا كان كل شيء في تغير، إذ علينا أن نتذكر دوماً أن اختراع الطباعة أتى أولاً على يد غوتنبرغ، إلا أن لوثر كان من جيل ليوناردو دافنشي ومايكلانجلو وإيراسموس وكوبرنيك وكريستوف كولومب وماجلان، كما والقديس إنياس دي لويولا. لذا كانت أوروبا بأثرها في حالة ثورة سواء على الصعيد السياسي أو الفكري، ومن هنا النزعة الإنسانية وعصر النهضة. وكان لوثر راهباً في رهبنة القديس أغسطينوس في إيرفورت، وكان قد دخل الدائرة بعدما عاش اختباراً شخصياً قوياً جداً. كان مارتن لوثر في البدء راهباً تنتابه مقالق كثيرة، إذ كانت العصور الوسطى تعج بالمخاوف من المطر والعذابات، وكان الغفران يباع لقاء المال. وبسبب قلقه الكبير بشأن خطاياه ظل يعترف مراراً وتكراراً، إلى درجة أن الكاهن المعرف بدأ يفقد صبره. لم يكن لوثر يجد سلاماً، وكان ينتفض أمام صورة الله الذي يعاقب بعدالته الخاطئ. وفيما كان يتأمل في الكتاب المقدس في أحد أبراج دير فيتنبرغ، خاض تجربة روحية مصيرية انطلاقاً من نص ورد في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما حول عدالة الله، وفهم أن عدالة الله هي التي يعيد بها الله برحمته الخاطئة إلى الطريق الصحيح بإيمانه. أراد أن يصلح الكنيسة الكاثوليكية من الداخل دون أن ينفصل عنها. وفي 31 من تشرين الأول أكتوبر من العام 1517 علق على باب كنيسة قصر فيتنبرغ
95 أطروحة حول أسئلة مفتوحة لم يتم حلها بعد، تتعلق بالغفران ما بين نظرية وممارسة، مشدداً على فكرة أنه لا يجوز ربط غفران الله بأي أعمال وبخاصة بالمال. وبات هذا التاريخ يعتبر نقطة انطلاق الإصلاح البروتستانتي. وفي حين أنه كان يقصد في البداية أن تجري مناقشة هذه الأطروحات لاهوتياً بين أكاديميين، سرعان ما انتشرت في أنحاء ألمانيا، فكان أن حرم لوثر كنسياً بعدما اتهم بتحدي سلطة الكنيسة والبابا في تفسير الكتاب المقدس، ثم تم استبعاده من الإمبراطورية، فأخذ ملاذاً في قلعة فارتبورغ لمدة عام، وبدأ في خلالها يترجم للمرة الأولى الكتاب المقدس إلى الألمانية ليسهل وصول الشعب الألماني إليه ويضع كلمة الله في المحور. ما الذي كان لوثر يسعى إلى تحقيقه من خلال الإصلاح؟ كان يسعى إلى إعادة اكتشاف المسيح، أنها حركة تجدد ديني، فهو قال أنه لا يمكن التعبير عن الإيمان المسيحي من وجهة نظر حسابية وبدفع المال لقاء الحصول على الغفران، إنما الإيمان المسيحي أمر وجداني وهو تعبير عن علاقة مباشرة مع الله والمسيح، وبالتالي حب الله وحب القريب اللذين لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فمن حب الله ينبع حبنا للقريب. ولهذا السبب أعتقد أن هذا العام يدور قبل كل شيء حول التجدد الروحي وإعادة اكتشاف الإنجيل وإظهار المحبة التي وهبنا إياها يسوع المسيح. أنا أجد أن إيمان لوثر مؤثر فعلاً، فعندما أقرأ عظاته وأرى كيف نضل بالكتاب المقدس وكلماته الجميلة جداً حتى النهاية، لا يمكننا أبداً الانتهاء من قراءة الكتاب المقدس، ففي إيمانك ستبقى دوماً في حواراً مع كتاب الإيمان هذا. إلا أن هناك نقاط أخرى لابد أن نذكر أن لوثر أخطأ فيها، فأنا أجد أن معاداته لليهودية جسيمة، وقد نأت كنيستنا بنفسها عن ذلك. كثيرون هم الأشخاص الذين يسمحون لآلهة عصرنا أن تدمر حياتهم، من قدوات للجمال ونجاح وثروات وضغط الأداء الجيد في مكان العمل. وثمة فتيات شابات يتدورن جوعاً لأنهن يعتقدن أنه عليهن التوافق مع معايير محددة للجمال. لذا من الهام أن نعلم أن الله يحبنا بالنعمة وحدها، وليس بسبب ما نحققه أو ما نمثله، ولا بسبب مظهرنا الجيد، ولنا حق الوجود دون أن نعمل أي شيء على الإطلاق في المقابل، وهذا أمر مذهل. لقد تغيرت الكنيسة جداً بعد لوثر، فجرى إذا صح القول انقسام إلى مجموعات مختلفة، حيث بقيت مجموعة وفية لبابا روما، وراحت مجموعة أخرى تتبع لوثر، ثم راحت مجموعة ثالثة تتبع أوريتش زفينغلي المصلح السويسري في زوريك، كما ونشأت مجموعة أخرى راحت تتبع جان كالفين في جنيف وستراسبورغ، ومجموعة في إنجلترا أيضاً. فتفجرت في الواقع الكنيسة الغربية إلى مجموعات مختلفة لم تتفاهم حتى القرن العشرين. كما وطرأ تغيير كبير على الكنيسة التي بقيت وفية لروما، تجلى في عقدها مجمع ترونت، وهي مدينة في شمال إيطاليا، وقد عمل هذا المجمع على إجراء إصلاحات كبيرة، لكن الأوان قد فات لسوء الحظ لإجراء مثل هذا الحوار، بما أن الانقسام قد سبق أن حصل. جماعة شمناف مدعوة للصلاة والعمل من أجل الوحدة، فهي تتشفع لمختلف الطوائف في كل ذبيحة إلهية. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أعطيكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، ولكي تتحقق مشيئتك أعطها دائما السلام. أعطي سلامك للكنائس المشرقية والكنائس الأرثوذكسية وبطريقتها، أعطي سلامك للكنائس البروتستانتية المنبثقة عن حركة الإصلاح والشركة الإنجليكانية والكنائس الإنجيلية وكافة الجماعات المسيحية التي تدعو باسمك والمسؤولين عنها.
داحضا لانقسامنا وقدنا إلى الوحدة الكاملة. بالنسبة إلينا نحن الكاثوليك، بقي لوثر لفترة طويلة ربما لقرون مهرطقاً من الدرجة الأولى، وقد استغرق الأمر وقتاً مطولاً لنكون نظرة جديدة للوثر، فقد حصل ذلك في القرن العشرين، فبطنا ننظر إليه بنظرة أكثر موضوعية وإدراكاً، وأدركنا أن مبتغى لوثر لم يكن تقسيم الكنيسة بل تجديدها، سواء في رأسها أو في أفرادها، وهو كان ذا طبع صعب وحاد، لكنه قدم لنا ككاثوليك حوافز هامة أيضاً. بات من الطبيعي اليوم في ألمانيا أن يقام احتفال مسكوني، لكنه يتم الاحتفال للمرة الأولى في العام 2017 بيوبيل الإصلاح بطريقة مسكونية، إذ تنظم احتفالات ومعارض كثيرة في البلاد وفي أنحاء العالم. وقد عملت اللجنة الكاثوليكية اللوثرية للوحدة بجهد على صياغة بيان مشترك بشأن هذه الذكرى، بما أدى إلى نشر وثيقة هامة بعنوان من الصراع إلى الشركة. تمت صياغة نص من الصراع إلى الشركة كثمرة أو ملخص الحوارات التي دارت على مر السنوات الخمسين الأخيرة، وهو موجه إلى أفراد الكنيسة كما وإلى المجتمعات المحلية لتتمكن في العام 2017 من التحلي بملخص واضح ودقيق عن الوضع الحالي، لأن الأحكام المسبقة عنيدة جداً ونحن ما زلنا أبعد بكثير مما يظنه البعض. افتتحت سنة إحياء الذكرى باحتفال مسكوني في 31 من تشرين الأول أكتوبر 2016 في لوند في السويد، حيث تأسس الاتحاد اللوثري العالمي في العام 1947. وكان البابا فرانسيس قد فاجأ الجميع قبل بضعة أشهر حينما أعلن أنه سيحضر الحفل، وهو ما شكل خطوة هامة باتجاه تصالح الكاثوليك والبروتستانت. وقد جرت في كافة أنحاء ألمانيا احتفالات مصالحة في العام 2017، ولعل أهمها وقع في هيلدسهايم، وتم بثه مباشرة على قناة التلفزيون الأولى في وجود السلطات الدولة العليا. لقد أقمنا احتفالاً كبيراً لشفاء الذكريات في هيلدسهايم، وفيه اعترفت أنا والكاردينال ماركس بالجروحات التي تسبب بها كل منا للآخر منذ 500 عام، وقد اعتذرنا الواحد من الآخر وطلبنا مغفرة الله، كما وعبر كل منا عما يقدره في الكنيسة الأخرى. أخواتي وأخوتي، نرغب اليوم في أن نعترف بما أخطأنا به أمام الله وأمام بعضنا البعض وأمام العالم بأسره. نود أن نسلم كل شيء إلى من وهبنا خدمة المصالحة. ها نحن أمامك خجلون وحزانا أمام المعاناة التي تسبب بها انقسامنا. نعترف بخطيئتنا أمامك ونبتهل إليك في محنتنا، اغفر لنا كل ما يبعدنا عنك وعن بعضنا البعض. نقف تحت أقدام صليب يسوع ونضع بين يديك مسيرتنا المسكونية، ونصلي لك بالروح القدس من خلال ربنا يسوع المسيح. ما هي أبرز مراحل الحوار؟ لقد بدأ الحوار في النصف الأول من القرن العشرين، إلا أن المجمع الفاتيكاني الثاني هو أبرز ما أدخل الكنيسة الكاثوليكية في حوار، وقد بدأ هذا الأخير في العام 1966 بين اللوثريين والكاثوليك، وفي العام 1967 جرى اللقاء الأول
وذلك منذ حوالي 50 عاماً. واستغرق الأمر أكثر من 30 عاماً بقليل ليقول البابا يوحنا بولس الثاني ويطلب التوصل إلى اتفاق أساسي تم التوقيع عليه في العام 1999 في أوكسبورغ بعنوان البيان المشترك عن عقيدة التبرير. فلدينا في الواقع الفهم نفسه للخلاص، كما وأحكام الإدانة التي كانت تفرض في السابق لم تعد تطبق اليوم. وهذا ما يدور حوله اتفاق العام 1999 الذي نال التوقيع الرسمي للفاتيكان والكنائس اللوثرية، وهو اتفاق يشارك فيه الميثوديين وبدأ يشارك فيه الإصلاحيون هذا العام، في حين يفكر الأنجليكان حالياً في التوقيع عليه. سمحت الحوارات المسكونية ما بين اللوثريين والكاثوليك إلى التوصل إلى اتفاق على نقاط أساسية أخرى في الإيمان، مثل الإشارة إلى الكتاب المقدس وفهم العلاقة بين الكتاب المقدس والتقليد، وفهم القربان المقدس الذي يتجسد به يسوع المسيح على نحو كامل ويكون حاضراً تماماً بجسده ودمه في الخبز والخمر. من بين النقاط التي نواصل العمل عليها سوياً هناك حس الخدمة الرعوية والخلافة الرسولية وأيضاً طبيعة الكنيسة. تلك هي النقاط التي يجب أن نستمر بالعمل عليها لكي نتقدم بسيرنا على طريق الوحدة. اليوم وبعد حوالي 20 عاماً من الحياة الزوجية أدرك أنني أعيش الصلاة التي نتلوها في الجماعة بصورة أقوى من أي وقت مضى، أي منذ بداية زواجنا. عندما نقول أعطنا أن نتألم لانقسامنا، الملفت أنه لا يسهل علي الآن قول إنني ذاهبة لأتناول القربان المقدس، أما توبياس فلا. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو لماذا ما زال لا يمكننا المشاركة في ذبيحة إلهية معاً؟ والنقطة الأصعب في هذه المسألة هي الاعتراف بالخدمة الرعوية، إذ أنه فعلياً يختلف معنى الرسولية بين الكاثوليك واللوثريين، أي ما يربط الخدمات الرعوية بالرسل. فعلى سبيل المثال بالنسبة إلى الكاثوليك لا يمكن تناول القربان المقدس معاً ولا المشاركة في الذبيحة الإلهية معاً ما لم تتم الوحدة بين كنائسنا، لأن هذا الفعل يجب أن يجسد الوحدة بين الكنائس. بينما بالنسبة إلى البروتستانت فتختلف تراتبية الأولويات، أي إذا كنا متفقين على الحقائق الجوهرية للإيمان يمكننا أن نتناول القربان المقدس ونحتفل بالذبيحة الإلهية معاً. ومن شأن القيام بهذا الفعل أن يولد شركة كنسية ستساعد بدورها على إتمام الوحدة بين الكنائس. ينبغي إيضاح إشكالية في الخدمة الرعوية، ولكن خلف هذه الإشكالية يكمن سؤال مختلف كلياً، ألا وهو هل نحن قادرون على الاعتراف بجماعة تختلف عن جماعتنا؟ وهل نحن قادرون على الاعتراف بها كتعبير حقيقي عن كنيسة يسوع المسيح؟ في النهاية الكتاب المقدس هو الذي يحملني على ذلك، إذ يسأل بولس هل المسيح منقسم على ذاته؟ ونحن ندرك تماماً الإجابة، وهي أن المسيح بالطبع ليس منقسماً، فما من مسيح كاثوليكي، مسيح لوثري أو مسيح أرثوذكسي، بل هناك يسوع المسيح الرب الواحد، وهناك معمودية واحدة وإيمان واحد كما يذكر في الرسالة إلى أهل أفسس. لذا الأهم أن نعود ونتمحور حول المسيح ونكتشفه من جديد، لكي تتمكن الكنائس أن تجتمع بمختلف طوائفها. نحن نتطلع كبروتستانت إلى أن تحتفلوا معنا، أنتم أخوتنا وأخواتنا الكاثوليك، بعام الإصلاح هذا، وأن تحتفلوا بالأمر الوحيد الذي كان يهم مارتن لوثر، ألا هو يسوع المسيح.
nämlich Jesus Christus. الفكرة الطاغية هي الفرح بإمكانية ذكر اسمه معا، ليس بقوتنا بل بما يهبنا إياه من قدرة على حمل اسمه، اسم يسوع المسيح معا. نعم، اليوم يوم فرح ويوم أمل. آمين. أسس الأخ روجيه جماعة تيزيه المسكونية في فرنسا في العام 1940. تتوافد شبيبة من كافة أنحاء العالم إلى تيزيه ليصلوا ويلتقوا مع بعضهم البعض ويكتشفوا حضارات أخرى وتعابير مختلفة عن الإيمان. تيزيه هي أيضاً بصورة خاصة مكان للمصالحة، كما صرح بطريرك القسطنطينية بارتلماوس الذي زار تيزيه لأول مرة في العام 2017، وفي سنة ذكرى هذه أردنا أن نعلم كيف يعيش الإخوة المسكونية وكيف يحتفلون بمرور 500 سنة على حركة الإصلاح. أعتقد أن جماعتنا المسكونية تتجذر في حياة رهبنة، وذلك بالطبع لأننا جماعة رهبانية في محورها، لذا تعود جذور تيزيه إلى أبعد من الإصلاح، لكننا استقينا الكثير أيضاً من الإصلاح. أنا المتحدر من أصول كاثوليكية، اكتشفت هنا هذا الحب للكتاب المقدس، وأعتقد أن جماعتنا تقف عند نقطة تقاطع بين حياة الرهبنة وقيم الإصلاح. ونحن الإخوة نتحدر من مذاهب مختلفة ومن 30 بلداً مختلفاً وقارات مختلفة، وهذه الاختلافات في الأصول والبلدان والقارات تؤدي في الحياة المشتركة دوراً أكبر بكثير من الاختلافات المذهبية. عند قدوم المرء إلى تيزيه يكون طبعاً أكثر انفتاحاً على التعرف إلى الآخرين، لأننا لا نتطرق بالضرورة إلى مسألة الانتماء إلى طائفة أو أخرى. لوقت طويل بحثت جماعتنا المسكونية عن كيفية عيش أسلوب صلاة يمكن للمسيحيين من أصول مختلفة أن ينضموا إليه، وهو بحث طويل لم ينتهي بعد وما زال مستمراً، لأننا نريد أن يتمكن الجميع من المشاركة بالصلاة، وألا تكون صلاة الجماعة فحسب بل صلاة الشبيبة أيضاً. الأمر الأهم بالنسبة إلي هو أن الكثيرين يلتقون في تيزيه على الرغم من اختلافاتهم، وأننا نتقبل بعضنا البعض، وأن الآخرين يقبلوننا على الرغم من اختلافاتنا. هنا يمنح الشخص وإيمانه قيمة، والكل هنا يشاركنا قطعة من إيمانه ومن كنيسته، وهذا الأمر يغنينا. تكمن رغبتنا العميقة في أن يتمكن المسيحيون من تناول القربان المقدس معاً، فكيف نكون أمناء للمسيح من دون ذلك؟ وبالتالي أردنا أن نتقدم على هذا الطريق، وبالفعل في تيزيه منذ سبعينيات القرن العشرين منح أسقف منطقتنا الكاثوليكي إمكانية التناول لجماعتنا. بإمكان كل الإخوة إذن تناول القربان المقدس في ذبيحة إلهية يرأسها كاهن كاثوليكي، وذلك ليس حلاً للمسكونية بعد، لكنه يسمح لنا ولإخوتنا ألا نفترق في احتفالات مختلفة، لكننا نعي تماماً أن ذلك ليس حلاً بعد، إنما نريد للكنائس أن تتقدم على هذه الطريق. أجد أن عبارة وحدة صعبة جداً، لأننا نعجز عن تحقيقها. إذا فهمناها من زاوية أن كل البشر متشابهون وأنه ينبغي علينا أن نعيش جميعاً بالطريقة عينها لكي نكون متحدين. الوحدة كما أراها بقوة هنا في حياتنا المشتركة هي أن نشكل معاً جسداً واحداً، حيث تكون الأعضاء كلها مهمة ولديها قلب واحد ومصدر حياة واحد.
أعتقد أن البابا فرانسيس عبر عن ذلك جيداً حين قال أنه يجب أن نحتفل بالهبات التي نتجت عن الإصلاح. وبالفعل أعتقد أن الكثير من التوتر قد حصل بسبب ما جرى وبسبب الطريقة التي حصل فيها الانفصال بيننا. لكنني أعتقد أنه إذا احتفلنا بالهبات الناتجة عنه سيكون ذلك أحد أفضل السبل لجمعنا. هذا الحوار اللاهوتي مهم، لكنني أعتقد أنه لن يترسخ إذا لم نجتمع لنصلي معاً. منذ سنة لم أنفك أكرر، فلنجتمع تحت سقف واحد كما في أعمال الرسل. بعد موت يسوع وقيامته كان الرسل محتارين وربما أيضاً منقسمين، ولم يكونوا يعلمون كيف يستمرون، فاجتمعوا ليصلوا معاً وينتظروا الروح القدس. وأعتقد أن هذه السنة التذكارية يمكن أن تكون كذلك. بالطبع إنه سؤال مهم في كنيستنا، ماذا يعني استمرار عددنا في الانخفاض؟ لطالما كان المسيحيون في ألمانيا يشكلون أغلبية المجتمع، لكننا وجدنا أنفسنا تحديداً في ألمانيا الشرقية بوضع الأقلية القصوى. وفي أيسليبن، وهي المدينة حيث ولد لوثر وتعمد ومات، 7% فقط من السكان مسيحيون، وذلك يشكل تحدياً كبيراً. ومن جهة أخرى أتساءل كيف يمكن أن نشجع الناس على قراءة الكتاب المقدس من جديد بأنفسهم؟ الكثير من الناس يمتلكون إنجيلاً لكنهم لا يقرؤونه. نحن بحاجة إلى تجدد روحي، أي إلى قوة جديدة في الإيمان، إلى اكتشاف جديد للإنجيل وللمسيح نفسه. هذا ما نحن بحاجة إليه، وينتج عن ذلك التزام حماسي للعالم والفقراء وللتغلب على الفقر في العالم. إنه التزام تجاه الطبيعة التي نعتبرها خليقة الله. إنه التزام تجاه اللاجئين الذين قال عنهم يسوع المسيح نفسه: كنت غريباً فأويتموني. إذن العيش كمسيحي هو شهادة للإيمان ولحب الله من خلال حياتنا. وأنا ممتن للغاية للبابا فرانسيس الذي يجسد ذلك بشخصه وحبريته. وأنا أيضاً كبروتستانتي أفرح بذلك وأشعر بالاتحاد معه. إعادة اكتشاف الإنجيل واستيعاب الإيمان وصلة وجودية جديدة نوعاً ما مع يسوع المسيح. هذا ما كان يهم لوثر، أن يعيد إحياء الإيمان، ويجب أن يسترعي ذلك انتباهنا نحن أيضاً اليوم، أن نشهد ليسوع المسيح وللإنجيل في مجتمعنا. في ألمانيا توصلنا وأخيراً إلى فكرة عامة لهذه الذكرى، ألا وهي الاحتفال بالمسيح. من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس، الفصل الرابع، الآية 3 إلى 6: مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد. رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. نصلي صلاة وحدة المسيحيين المعادة من قبل جماعة شومان نوف، انطلاقاً من صلاة الأب بول كوتوريه. ربنا يسوع المسيح، يا من صليت ليكونوا بأجمعهم واحداً، نصلي لك من أجل وحدة المسيحيين كما تريدها أنت وبالسبل التي تريد، ليعطينا روحك أن نتألم لانقسامنا، وأن نرى خطيئتنا، وأن يتعدى رجاؤنا كل رجاء. آمين.